دار الطفل حلمك هيبقى حقيقة. جه معانا دلوقتي استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. سؤالنا النهارده بيقول ما هو الفحص الوراثي للاجنه؟ فحص يعني نختبر، وراثي يعني الامراض الوراثيه للجنين اللي هو ناتج اللقاء بين البيضه والحيوان المنوي. الجنس البشري هو عباره عن 46 كروموزوم، اي بيبي يعني في خلايا 46 كروموزوم. الخلايا 46 كروموزوم دول جم من 23 كروموزوم من الاب اللي هو الحيوان المنوي و23 كروموزوم من الام. الخليتين الوحيد في جسم الانسان اللي هم 23 كروموزوم هي البويضه والحيوان المنوي. لما بيتقابلوا مع بعض بعد 48 ساعه بيتكون جنين، بعد 24 ساعه بيحصل حاجه اسمها التخصيب اللي هو بيبدا فيه عوم كروموزومات الراجل مع الست. ال 46 وعلى فكره لو هما بيضتين واتخصبوا باثنين حيوانات منويه وعملوا توينز، والتوينز دول ما هماش ايدنتيكال توينز، فهم شخصيتين مختلفتين تماما. ال 46 كروموزوم دول يعني طبيعه او تكوين الانسان بصفه عامه. الفحص الوراثي للاجنه يعني انا باخد من الجنين خلية وصلت لمرحلة ال 46 كروموزوم كاملة. كاملة ال 46 كروموزوم يعني 46 وحدة. لو افترضنا ان الأوضة دي فيها 46 كرسي او 46 كنبة، كل كنبة او كل كرسي من دول، كل كروموزوم من دول احنا هنفحصه وهنشوف الكروموزوم ده سليم ولا لا. أوكي. الاشيع فيها الكروموزومات اللي ليها تأثير او اللي هي في يعني زي ما شائعة ان يبقى فيها اضطراب او مشكلة هو الكروموزوم 13 و18 و21، كل منهم يحمل امراض مشهورة. في منهم اجنة او عيال ما بتقدرش تكمل، يعني بيموتوا داخل بطن الام او بيموتوا مع الولادات. اشهر الاعاقات اللي هو ال 21 اللي هو المونجول اللي هو داون سيندروم. ده لو احنا بنفحص كروموزوم بعينه. طبعا في الرجاله مجموعه عندهم كروموزوم زياده اللي هم بيسموهم اكس اكس واي اللي هو الكلايم فلتر، اللي هم الرجاله اللي عندهم مشكله في عمليه تصنيع الحيوانات المنويه. في بنات اسمهم تيرنر سيندروم اللي هو مش اكس اكس، البنت مش اكس اكس، اكس او يعني في عندها كروموزوم اكس واحد. في رجاله بيبقى عندهم تريبل، في بنات بيبقى عندهم تريبل اكس يعني اكس اكس اكس. طبعا ده لو اتفحص هذا الجنين ما بيرجعش، لان التيرنر سيندروم بنت مش هتخلف، والكلاين فلتر سيندروم ولد مش هيخلف، او يعني فرص ان هو قليله او نادره. لو مسكنا كروموزوم واحد، اي واحد منهم بقى، ده عبارة عن شريط وراثي أو خريطة وراثية. الطب بيشبهها زي بكرة التريكو. بكرة التريكو الفتلة دي ممكن تبقى مئات الأمتار، كل فتلة كل حتة من الفتلة دي فيها كود لأمراض معينة. أوكي. فممكن يكون مثلا السكر على مثلا على الكروموزوم نمرة 13 في النقطة بين، أنا بحاول أسهل للناس، لو الفتله 100 متر بين المتر مثلا 99 و99 ونص. مثلا الراجل اللي عنده او الست اللي عندها مشكله في الكليه اللي هي البوليسيستيك كيدني هتلاقيها مثلا على الكروموزوم رقم كذا في النقطه الفلانيه. فانت تستطيع اي مرض في العالم انك انت تاخد الطفره الوراثيه اللي موجوده من هذا المرض في الام او الاب وتفحص الجنين لمعرفه ان كان هذا الجنين سليم ولا لا. هناك بعض الامراض سهله في الفحص بتاعها، وهناك بعض الامراض شديده التعقيد بتتعمل في اماكن او في مراكز بحثيه معينه. بيتاخد خليه من الجنين، بيتجمد الجنين ده هون، بيتبعت هذا الجنين لالمانيا، لامريكا، لانجلترا، يتفحص للامراض دي بعد لما نكون متاكدين ان الطفره دي موجوده في الاب او الام، او طفل جه قبل كده،
ونعمل الفحص عشان ننتقي الأجنة السليمة. آخر حاجة، هناك بعض الأمراض أنت ممكن تعالج الجنين اللي عايش بمرض بخلايا من أخوه، أشهرهم في بعض أمراض الدم، يبقى الولد من مثلا عنده أبلاستيك أنيميا من الحاجات اللي ممكن يموت لأنه طول الوقت قاعد بياخد دم وحاجات من دي، تنقي جنين سليم وتاخد الدم بتاع هذا الجنين السليم بعد لما يتولد، تزرع نخاع في أخوه، تنقله دم، يعني تعمل علاج للولد بالظبط، الولد المريض من أخوه اللي تخلى وراثيا سليم. بس أخوه هيفضل عايش بعد كده عايش؟ طبعا طبعا طبعا. لو هتاخد منه عينة من النخاع عشان تحطها في النخاع بتاع أخوه، ده ملوش دعوة. بشكرك يا دكتور. طبعا. اهلا وسهلا بيك. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب على وجوده معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم على لسه واحده.